الخدلاء رئيس جمعية التعاون الثقافي ومسنة المعاقين بمناسبة ذكرى مسيرة الخضراء المضفرة وعيد الاستقلال. اليوم تنظم جمعية التعاون الثقافي ومسنة المعاقين حفلا فنيا بهذه المناسبة التي نستحضر فيها الأمجاد وبطولات المغاربة مع المغفور الله محمد الخامس وحسن الثاني طيب الله ثراهما. اليوم لدينا نضال آخر بشكل آخر هو جلالة الملك محمد السادس نصر الله في تشجين واقتصاد جديد وتنمية جديدة وسياسة جديدة لبلوغ بالمغرب إلى قمة الدول العالمية. هذه الجمعية على بدعوة من الأستاذ المنقي رئيس المعنى يعتبر أن أحضر هذا الحفل مشاركة بأغنية من الزمن الجميل من الأستاذ بإنجاز تاريخ الوطن يا صاحب الصوت والصوت كذلك شاركت بأغنية الحالي وغنى بنحاس كوين كوين المغربي وفي المناسبة تتكلم عن الحجاج الصحراء كالكراج اتفاقية من كلمة السي الشاعر الملوكي والألحان الألحان عبد الربيع ومن توزيع يوسف العلوي. إذا في الشوكة في الشام وأنا على تراب بلادي غير منصبة مالها وجمالها يحوم فوق النزر الواحد كبر وانا وانت ما انت غير شباب ولاد مولي علي الشريف حارسهم الصبح والفجر جنبي تخاو تشبر الله الكلام يا اللي فشنا كتكبر يهديك الله راك جا وخوك وكثر وانت عارف الصحر ارضك وبغيتي تنكر العاطي الكريم بالقدره والنصر العاطي الكريم بالقدره والنصر. محمد الملوكي شاعر والزجال المغربي كاتب كلمات فنان. اليوم حدا كنحضروا مع جمعية هي نشيطة جمعية التعاون الثقافي اللي كيترأسها أستاذ عزيز خدلي. في هذا الجو في هذا اللقاء أبينا إلى أننا نحضروا ونعبروا عن الوطنية ديالنا مناسبة ذكرى 66 ديال عيد الاستقلال المسيرة الخضراء. حنا اليوم فرحانين بطبيعة الحال ساهمت مع في هذا الحفل البهيج بقصائد وطنية وكذلك القطعة اللي غناها بنحاس كوهين اللي لحنها سيدي سعيد المجاهد الفنان من توزيع الموسيقي يوسف العلوي وهي من كلمات عبد الربيع كلمات محمد الملوكي. وكانت مجموعة ديال القصائد الوطنية مجموعة الفقرات كانت أمسية جميلة تبارك الله عليكم. رئيس الجامعة الوطنية للتخييم هذه مناسبة سعيدة للاحتفال بذكرى ديال المسيرة الخضراء اللي كتنظمها جمعية التعاون الثقافي بالرباط واللي كتتيح من خلالها الفرصة للأطفال اليافعين للشباب اللي حنا كنشتغلوا معهم باش يتعرفهم بالتاريخ ديال البلاد تعرفوا بالمراحل النضالية اللي قطعها المغرب على كل الأصعدة. احنا كنعتبروا الاحتفال بالمسيرة بعيد الاستقلال واحد كتاب من صفحات مفتوحة للاطلاع على مختلف المراحل التربوية الثقافية النضالية اللي تقطعها المغرب بنجاح واللي كتعطينا دائما الأمل باش نزيدوا نتقوى ونزيدوا الأمل. شكرا.